متابعة فقراتنا لليوم بعالم الصباح مع مايا ولادة بالدنة. صباح الخير. صباح النور غادة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. عنا ميلات ما نرد عليها؟ مزبوط، اليوم عنا ميلات. رح نبلش بأول ميل. الصبع عمره 14 سنة وأخته عمرها 9 سنين. وعم بتقول إنه في غيرة كتير من أخته، ودايما بجرب يفرقها عن صديق عن صحباتها، يعني بتعرفي بجرب يمكن يتساءل عليها، يزعجها بداعي الغيرة، يعني ما بيتركها بسلام مثل ما عم بيقولوا. فعم تسألنا شو بدها تعمل. هلا أول نصيحة بقدر أقول إياها إنه بده يكون عنده حياته الخاصة كمان هو، يعني إيه شو جاي يعمل هون؟ بالمطلق. عرفتي كيف؟ يعني عم نحكي عن 14 سنة، يعني عم نحكي عن حدا صار قادر يكون عنده حياته، عن ولد قادر يكون عنده أجواءه أصحابه، يعني على القليلة بهيدا العمر لازم يكون في صديقين نعتبرهم راب للصبي، صديقين أنتيم، يعني يشوفهم أسبوعيا، كل أسبوع يشوفهم مرة، يشوفهم مرتين، لو مش بالشتاء، لو مش بأيام المدرسة، ديجا يعني هو بيرتاح، بحس إنه عنده حياته، عنده نشاطاته، بيلتهي عن أخته كمان بطريقة معينة. بنفس الوقت هذا الموضوع بيخليه يحس انه هو عنده صلاحيات اكثر من اخته، لانه بطبيعه الحال وقتها بيكون عندك 14 سنه و9 سنين، ال 14 عنده صلاحيات اكثر، اكيد قادر يتحرك اكثر، ظهراته اريح، الاماكن اللي بيروح عليها مختلفه، قادر بالبيت، يعني في انظمه شوي منطبقه بطريقه مختلفه معه، بيسهر اكثر عشيه، بيقدر يعني يطول شوي بالسهره اكثر، كل في كثير امور بتحسسه، رح تحسسه انه هو اكبر، انه هو انضج، وبالتالي بس يحس انه هو عنده صلاحيات معينه اكثر، اكيد هيدي الغيره كمان بدها تخف. هلا في كمان شغله انه قد ايه بنقدر نحمله مسؤوليات معينه، يعني بهيدا العمر بيقدر يستلم مصاري اكثر، بيقدر يتحمل مسؤوليه اكثر، اذا مثلا الاب موجود وبياخده معه على اماكن معينه، مثل كثير بسيط، يعني انه يمكن اذا راحوا على السوبر ماركت بيقدر هو يساعد بيو تيحمل، او بيقدر يعني بطريقه معينه بحس انه هو عم بسجل نقاط على اخته. اذا فيني اقول هلا في شغله بنشوفها بكثير من العائلات غادة، وهي كمان بتعزز الغيره، هول الامور بدنا ننتبه لهم كمان. بتعرفي وقتها بيكون في بنت وصبي، بمعظم الاحيان بتلاحظي انه البنت بتكون البنت الراكزه يلي بتسمع كلمتك، يلي ما بتعاني معها، حتى بالدرس يمكن انه بتفوت بتدرس بتقرا كتاب بتعمل، الصبي بيكون في اجمالا، منا قاعده بس اجمالا بيكون في معاناه اكثر معه، يعني منلاحقه على درسه اكثر، منلاحقه تيجي بكير على البيت اكثر، على اشياء اوقات بسيطه، على اكله، على نوعيه اكله، على مصروفه، يعني اوقات كثير بنسمع انه طب مش عم لحق لك انه كل جمعه بعطيك هالمصروف، عم بيروح والى اخره. فمشان هيك كمان اللي بيعزز الغيره انه نحن دائما ننتقد الصبي على مسمع البنت، يعني دائما نحن عم نحط البنت ان رولياس، عم نحط البنت بخانه انه انت اللي مش متعبتيني، وانت 100%، وهو الانتقادات الموجهه له هي انتقادات سلبيه، كمان هي بدنا ننتبه لها، انه نحن نجرب ونحاول نعالج السلبي قد ما بنقدر، ونحوله قد ما بنقدر لنقاط ايجابيه، احسن ما نعمل هيدي المقارنه. بنت الصبي عندك خبرة أنت؟ ولو سأليني عندك خبرة بنت الصبي؟ شو بدك تسأليني؟ قولي لي، ما حدا راد، يعني البنتين صعبين والصبيين صعبين والبنت والصبي، يعني أكيد ولا هلا قد ما فيك بتجربي توافقي، بس بالنتيجة يعني شو ما عملتي بتضل في إنه ليش هو ليش هي ليش مزبوط. حتى لو يعني أنا بعتبر الحمد لله إنه منن مثل ما بيقولوا ضد بعض، ما في هالمشاكل، بالعكس بلفوا على بعضهم، بيخبروا بعضهم اشياء ما بيخبروني اياها، بحس انه بس بضل في انه ليش وليش مزبوط. وليش وليش، خصوصا مزبوط. بالاشياء الحساسه، او اذا حدا منهم مارق بفتره صعبه بصير دائما بحس انه يتركتوني يكذا، يعني مزبوط. قد ما عملتي ما فيها تكون 100%. اكيد اكيد. هلا الايميل الثاني عم بتخبرنا عن ابنها يلي عمره 7 سنين، يلي هو طفل وحيد، بضل زهقان، بضل بده يظهر، يعمل نشاطات او الى اخره، يعني بضل بتحسه انه بضل مش راضي وبضل حاسس بالملل. هلا اول شيء اكيد هيدا امر كثير طبيعي وقت بنحكي عن ولد وحيد، ان كان بنت او بيع كل التلفزيونات بالبيت، 100% فانا بقول انه يعني مسؤوليتنا
نحن كأهل بس يكون الطفل وحيد تصير أكبر، لأنه ما بيعود فيك تصرفي أنه كأنه عندك ولدين بيسلوا بعضهم إذا فينا نقول. فأكيد أنه الطفل الوحيد وعمره 7 سنين دجا، أول نصيحة كتير مهمة بدي أعطيها إياها أنه تعمل له نشاطات. يعني كتير مهم أنه يكون في شي دوز أكتيفيتي بالصيف، يعني نشاطين بالشتاء باردون، لأنه بالشتاء مع الدرس وتعب المدرسة وحسب أي ساعة بيجي ما فيك تعملي أكثر من نشاطين أو أو نوعين بالشتاء. بس بالصيف إذا إمكانياتنا المادية بتسمح لنا بنقدر نوصل لثلاث أربع نشاطات بالصيف، ونعبي له وقته قد ما بنقدر. عبي له وقته مش يعني إنه كل يوم الولد بده يكون برات البيت، مش هيدا المقصود. المقصود إنه اكسر الروتين، يعني ما يعود أنا نفس الروتين إنه كل يوم الوعي من آيباد بلاي ستيشن، لا بدي اكسر هيدا الروتين. ونشاطات عفوية أوقات بتصير، يعني فجأة بنطلع بمشروع بيبسط الولد، فالولد أكيد ما بده يتعود إنه كل أوقاته خارج البيت وكل وقته معبى بهالطريقة. يعني حتى إذا كان داخل البيت الولد بقدر مثلا إذا أنا فاضية بلعب جي جودو سوسيتي، يعني ألعاب اجتماعية أنا وياه، ألعاب يمكن تثقيفية أنا وياه. سؤالي الأنا وياه، أنه دايما لازم يكون أنا وياه أو لا بهالحالة يكون هو وأصحابه؟ 100% 100%. يعني إذا لاحظتي حديثي أنه بدنا نجرب ننوع، يعني شوي أنا وياه شوي نشاطات لوحده بتفيده، شوي شوي انا وياه. يعني بحس انه ما بعرف بهالعمر بحاجه اكثر يمكن يكون على تواصل مع من عمره. بتعرفي انا شو بقول دائما للاهل؟ هيدا انه على 7 سنين بحاجه مزبوط هي الهمروجه اللي انه بدهم يجنوا كلهم سوا لانهم اصحاب. الاهل دائما بحسوا بالذنب غاده وبيسالوا اوقات انه انا هل يا ترى عم اقضي وقت كفايه مع اولادي مثلا بهيدا العمر؟ انا دائما بقول للاهل اذا يوم اي يوم لا بتلعبوا نص ساعة ساعة عشية أي لعبة سكرابل مونوبولي يوم أي يوم لا بقدم. يعني هالإحساس بالذنب دايما أنه لازم أقضي كل الساعات مع أولادي مش هيدا المطلوب، هي الوقت اللي بده يكون له نوعية. يعني إذا كانوا 3 أيام بالأسبوع 4 أيام بالأسبوع بس عم بستثمرهم مثل ما لازم، عم بلعب أنا وياه لعبة ننبسط فيها نضحك مع بعضنا بقده. واللي عم بتقوليه كتير مزبوط، نحن عم نقول بدنا نكسر الروتين، فإذا شوي نحن عم نقضي وقت معه، شوي هو بالبيت عم يعمل نشاطات فردية لوحده أكيد هيدا شغلة مهمة، نشاطات رياضية مثل ما قلنا، يعني كمان عم بقوي جسمه عم بقوي عضلاته، هي شغلة كتير مهمة. وكمان مع الأصحاب شغلة أهم وأهم أكيد، لأنه بهيدا العمر يعني هو عمر النشاطات الاجتماعية بار إكسلانس، يعني هو عمر النشاطات الاجتماعية المناسب لحتى الولد ينطلق اجتماعيا ويصير قادر ينخرط بمجموعة أصحاب، لو أنه مش دايما بيعملوا اللي بدي إياه أو ما بيشبهوا له بكل شيء، بس أنه يقدر ينبسط ضمن مجموعة أصحاب. هو مثل كتير بسيط انه خدي صبيان عمرهم 7 سنين او 8 سنين، اذا لعبوا بالطابة بيتسلوا، اذا لعبوا فوتبول بيتسلوا، حيلا شيء بيتسلوا، الوقت بيمرق. وهي شغلة مهمة كمان. هلا في كمان الدلع والغنج، يعني اوقات بمعظم الاوقات الولد بس يكون وحيد، لو كنت معبيت له وقته ولو كان ما في روتين ومبسوط بحياته، لما كتير عم دلع هالولد وعم حسسه انا انه عم بعطيه الاحساس انه انا مقصرة، يعني بصير انا احكي على مسمعه او اقول له له انه شو بدي اعمل له، شو بدي اعمل لك اليوم، وين حابلك تروح كذا، بصير مثل واحد عم يعطيه انطباع انه انت مقصره تجاهه دائما، بصير اكثر مثل ما بيقولوا البعض هيك بمزدوجين يطمع فيك، بمعنى انه شو ما عملتي ما بيعود كافي، بصير بحسس اكثر بالذنب مزبوط انه هيدا لا وليش والى اخره. يعني لازم نحن نعطي الانطباع لاولادنا انه نحن مبسوطين باللي عم نعمل لهم اياه، ونعطيهم هالامبريشن انه اللي عم بعملكم اياه مفروض يكون كافي، مفروض تكونوا انبسطتوا، مش دائما نفتش على الاكثر. هي اذا كانوا الاولاد ولد وحيد او مش وحيد اكيد. يعني ايه مشكله وحيد مشكله بس هلا خلصت واثنين بعد، يعني بعد في شيء 20 22 نهار صغار بفوتوا ب 22 23 شهر هانت، يعني بالنسبه لها هلا بيلتهوا شوي اشتري شنطه واشتري كتب واشتري الى اخره. وهون كمان هيدي منا هينه، هي الفتره بصير كله عن جديد والاهل بصير ما بقى يلحقوا. مزبوط. وكيف فيك تقنعيهم انه معلش شنطه السنه الماضيه بعدها منيحه وبعدها بتمشي والى اخره،
والتروس ممكن بعد انه نستعملها ويعني في هيدي بفتكر نقطه هلا رح بدك تشوفي كمان الاهل اذا بعدهم بيقبلوا يحملوا شنطه سنه الماضي للولد انه هيدي اوقات الولد بيقول انه انا بدي شنطه سنه الماضي بس انه الاهل ما بيهين على نفسه انه ليه بدك شنطه سنه الماضي انه لا بنشتري شنطه عرفتي مش على علمي انه الاحوال الاقتصاديه هالقد هو بتعرفي ما في لزوم من بعد عمر يعني 7-8 سنين ما بقعد الولد ينبسط بالشنطه هالقد ما بقى تعني له هو صغير سنه ميكي سنه ميني ما بعرف شو بس خلص انه بتصير الشنطه بيقدر يحملها سنتين بسهوله بس في كمان مساج بدنا نقوله لكل الاهل انه بنقول بعد في شهر مثلا للمدرسه بس بيمرق شهر هيك فانا بعرف انه جزء كثير كبير من الاولاد ما اشتغلوا مضبوط بالصيف يعني عم نحكي عن اعمار صغيره عم بحكي عن بين 7 و9 الاعمار يلي بعدهم مبلشين القراءه جديد مبلشين لقطوا الحرف جديد فهلا بعد في شهر لازم انا برايي نشغل فيه كل يوم مش ضروري ساعات نص ساعة بتأدي بس انه كل يوم نسخ يمكن نهار عربي نهار فرنسي بس لازم كل يوم ينعمل شيء يعني انا بعرف مني ومن اولادي انه اكيد الصيفية قطعت وانبسطوا اكيد ما اشتغلوا مثل ما بيشتغلوا بالشتاء فبينسى الولد يعني بتحس انه قراءته تغيرت كتابة الحرف تغيرت بلاش ينسى حتى الخط بيتبشع اوقات لانه ما بقى في تريننج على الخط فهالشهر اللي جاي اكيد لازم يستفيدوا منه انه يشتغلوا على الدوفوار دو فاكونس قد ما بيقدروا اكيد نحن اكيد رح نرجع نعمل حلقه غدا عن الدخول للمدرسه وخاصه كل سنه انا بعملها هيدي الحلقه خاصه لصفوف الروضه يلي هن كثير صعبه بالنسبه لهم الانفصال عن الام يعني كل سنه بنطرحه هيدا الموضوع كيف بدنا نسهل على الولد انه ينفصل عن امه وينخرط بهالمكان الجديد لان منا هينه ابدا شو ما عملتي شو ما قلتي لهم بدهم يمرقوا يومين ثلاثه هيدا البكي يعني حطوها هلا انا كنت ابكي معهم بس ابكي لوحدي اتخبى يعني ما يقشعوني انا كنت اطرى برا على الدرج لانه قدامهم لانه ما في شيء الحياه حلوه عرفتي بس ضل كل نهار اشتغل راسي ميرسي لك مايا رح ناخذ كمان مره بريك ونرجع نتابع